شويه شويه دخل مصاب بالنسبه لي انا كشب بالنسبه لي بقى مخلوع شويه صعب بالنسبه للاساس اللي كانوا مراهقين كل شيء لا مزيانين تعام خويا جا امتحان شويه ساهل اييه جاوبت على كل شيء لا لا درت واحد السؤال واحد بارك عليه صافي صافي علاش علاش ما البارح ما كانت راجع ومع تعادلو صافي وانا بحال فهمتي طاح المورال مشات لي الحفاظه كامل زعما الرجاء راه لعبوا البارح مزيان وكيما جابش الله ماشي ما جابش الله تابعنا الوداد الوداد مولات الناصر كنتو لاعبين مع الشباب البارح وي ولكن تابع ضروري كتبقى تابع كيف حاضينكم اليوم كيفاش كانوا لا لا بخير بخير استاذ لا ماشي الضح جامع بنادم الكر كلشي جامع بنادم الكر ما تسجلاش في الحاله ديال لا لا جاي ناعس في الطريق هذيك الساعه كنت ناعس ديال الغش ما تسجلاش لا لا ماشي انا لا 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 ما كاين والو كلشي داز بخير هاني ما كان صعيب بزاف صراحه كنطلب منهم يعاونونا في فهمتي يساعدونا في التنقيض والاساسيه يشوفوا هذه الحاله اللي داروا لنا دابا ما تعاملوا معنا ما والو واش اللي كان سهران مع الماتش ديال الرجاء وداك الشيء جيتي بالوقت لا لا وداد انا ماشي رجاوي انا رجاوي ودادي ماشي واحد القرد هذا فهمتي وان شاء الله البطوله ودادي غادي نكون حاولي والو والله ما تعامل اقسم بالله وحمزه قبلك وجود قبلك وجود ريف هو راه شكرا كمل لينا اساسيده زوينين حضاونا خلاونا نخدموا على راحتنا الصح مش على راحتنا كاين وكاين دوك الشرف دوك الكبار كيكونوا شويه مزيرين كاينش الضحكه ما كايناش الضحكه اما دوك الصغار شويه كيرخفوا القضيه دابا شرح لينا ما تحطات قدامك الورقه شنو درتي قلت الساعه وانا متشكي الصراحه صح كان الساعه تاني عطاح واحد شويه الوحي اييه ونكمل ونكشف تقول دير الكيس رقوق دير ها هادو دراري صغار ما نديش عليهم ما بيهم شويه صعاب ساهلين فيزيك ياك فيزيك شويه ساهل واعر انت في الفيزيك واخا اللي كتبان ليا لا شويه فهمتي درنا شي حاجه 11 هكاك 10 على الاقل زعما كاع الاسئله جاوبتي عليها شويه حيت كاين الاسئله صعاب واسئله ساهلين فهمتي في المشنوى الجامعي الا كان شي واحد فاهم راه غيدير ما فاهمش راه ما يدير شفت وخاولي شي حاجه مع البارح الماتش ديال الرجاء الماتش البارح ديال الرجاء الصراحه لابس التريكو هذا لابس التريكو هذا سخور كاين فيزيك ياك فيزيك حنا اشرح لينا تحطات قدامك الورقه اش درتي بديش نمتي لا لا بديش بالتمارين بديش بالتمرين الدرس اللي فاهم انا الصراحه داكشي كان ساهل في المتناول اللي خدام مزيان واللي بريباري في الدار مجد فهمتش مجد الامتحان وداك الشيء غادي يخدم مزيان اما بالنسبه لدوك اللي ما مجدينش معول على الغش وداك الشيء ما غاديش يطفروا الصراحه حطت لي ورقه ديال الامتحان توكلت على الله قلت بسم الله وبديش خدام وصافي والحمد لله وفقني الله وش ممكن نخدم مزيان فقش مع الساونس مع الساونس ما تفرجتش في انا ودادي وما تفرجتش في الوداد وما تفرجتش في الراجل ما تفرجتيش ودادي وما تفرجتش كان كي لا اسمح لي حياتي مستقبلي هو الاول ما عندي ميس نصفقوا عليه الدري هذا لا لا ولكن هذا 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 كملتها عاد قول يا السيدي اللي كانوا حاضركم كان الصرامه شويه شويه هو داكشي في متناول ولكن خاصك تكون فاهم داكشي هو صعيب صعيب داكشي صعيب بالرجوله صعيب ولكن داكشي اللي حطوا لكم ولا قريتوا واش كاين ولا الاستاذ اللي كان لا خلينا ماشي مشكل الاستاذ اللي كانوا حاضر الحديقه كانت اللي كانوا شويه فهمتي مشيت الزيار الصارم الصراحه ما كاينش شي تسجلات شي حاله ديال الغش ولا شي حاجه تسجلات واحد حصل عنده تليفون ولكن فهمتي ما ردوا لي مازال ما كنت عامل ما كيبغوش شي حنا حصل واحد ولكن عمر بي رابور بلا ما يعاقب انا شفتو عمر رابور ولكن الدري ما قالهاش ليه ولكن الدري اللي عرفها تعطيك حال في الدراسه انت كي دوزتي الامتحان الاسئله وهذا الشيء كومين بخير مزيان نتمنوا من الله يكملنا في النجاح ان شاء الله بديل الامتحان شنو النصيحه اللي تعطي للشباب والشابات في البداية احنا راه كملناش من البداية لا هي باقي غدا باقي العشيه باقي غدا اش غتقول لهم؟ اللي ما حافظش بلا ما نقول له يحفظ حيت صاحبي فات الفوز انا ما وجدتش شي نقله يعرف يقول وهذوك اللي كيكونوا حافظين وفيهم ديما الخلع اش تقول لهم؟ الله حيدوا الخلع فاهم المول وكنت حافظ كاع من تخلع انا ما تخلعتيش من تحلات غير الورقه لا والو انا التليفون عندي وجبدته شرح لنا ما تحطات قدامك الورقه شنو اللي درتي لكن ضارب خمس سنين هنا يجريو عليه وبغى يدفع الباك ليبر دفع الباك ليبر اخويا جاب الله خويا شويه كاين دابا فين نشوف في الكاميرا هادي ولا هادي مشهور مشهور طلق المهم خويا خلونا نقلو شويه كاين اللي جبت التليفون هو عشيري بعدا لقيتو جابت شويه
جيتي بكري مع البارح كان الماتش ديال الرجاء جيتي بكري كان مشادين كانوا شادين ولكن الولد محمد يعني مطاعين لا مشيت تفرجت وجيش وديما رجاء صافي شي اللي نقدر نقول لكم دابا ملي غتنجح ومستقبل شي تبغي تولي انايا بغي نقول شي هذاك اللي حافظ غادي شي حاجه واللي ما حافظش ما غاديش التحدي اليوم شويه كان زيار كان زيار مع البارح مع المباراه ديال الرجاء وهذاك شي كتب تفرج فيها مزيان بقيتي سهران وقيل لا بقيتي سهران لا بقيت سهران كنحفظ بقيت كنحفظ بديتيش البارح في الرجاء وهذا لا تفرجت الماتش ما طال الاول وخرجت شي جاوبت على كلشي انا جاي جاوبت على كلشي ماشي كلشي ولكن المهم كاين شحال غتجيب مثلا شي 12 ان شاء الله دابا المستقبل اش بغيت تولي نتايا اش ملي غتبغي انايا ريح اصاحبي بغينا نولي طبيب ها استاذ خويا مدير حد الزكروم اخويا ولا نقال شي معاه كدوش عليك اخويا اش اللي كاين اخويا امتحان صراحه كان في المتناول داكشي ساهل ديال بصح وكنتمنى المواد الاخرى حتى هما يكونوا نفس الحاجه ما كانت نقله لا والو لا ما كانتش نقله داكشي مزيان داكشي في المتناول كي كانت الاجواء لداخل التلاميذ كاملين جاوبوا خلاص كلشي جاوب كلشي جاوب الامتحان مزيان لا مزيان بعدا بعدا هاد جاوبت مزيان الحمد لله كيفاش الامتحان خلاتين شويه داز مزيان عادي يعني داكشي اللي قرينا هو اللي لقينا شحال غتجيبي تقريبا شحال تقريبا المهم كاين فوق المعدل ما عرفتش شحال ولكن كاين فوق المعدل انت مجتهده شويه لا مجتهده ما كاين المجتهده ولكن مجتهده وكاين متوسطه وكاين كسوله انا قبل شنو بغيت تكوني انت انا باغي نكون بوليسيه شكرا الله يوفقك امتحان داز زوين شو قسم بلبل سادات جوارة عندنا وحق الله كل شيء نقسم كامل دار غير الكيمياء حتى واحد ما فاهم دابا الكيمياء صافي كل شيء وين لا ما بريبارين والو فيزيك مازال الماتش هزاتي شويه اما فيزيك والو دار معكم كي داير بخير الحمد لله بخير اش بحال باقي ناعس ولا شنو هو خويا قلنا نتفرجوا البارح في الراجا دخلنا تشيران مع الشباب صبحنا ناعسين تفكرت الصونه ديال التليفون ان شاء الله 10 يلا فقنا ان شاء الله 10 هذا فقنا يلا جاي دابا عارف نسيتي انت نسينا امتحان مع الراجا وديما راجا ديما راجا كي كانت الحظية هنايا وكي كانت خويا دخل بغيت ندخل دابا ندوز قالوا لي سير حتى العام الجاي واش ما تكملش معاهم ها نمشيو نديرو شي تكوين مزيان الصنعاوي شي تكوين مزيان نقضيو الغراض وصافي وديما راجا نبقاو شابه الراجا ديما في اي دورة 30 دورة ان شاء الله ولكن سمعنا الشباب المحمدي حيحات بان على الراجا ما سمعتيش رجع بعد دير الفيديو ديال التيران تفرجت كنت مع راجا كانوا حاضرين كشي دار اكثر من الشباب الشباب راه كيدخل عندنا قيسم بعدا بحال القيسم ديالنا والله كيدخلوا تما بحال ود المحمديه وراجا راجاوي افتخر راجا راجا كريم بويز كريم بويز هاد الدراري راجع كاع اللي مبريبار ان شاء الله غيجي داكشي ساهل ما نكذبش عليك امتحان دار شويه صعيب راك عارف انت راه من ناحيه حتى الاسئله مفهومين شويه راك عارف الاسئله كيكونوا صعاب شويه ف كيجي من كازا سطات راك عارف كازا سطات راه الصعوبيه داكشي راه صعيب داكشي كونك بقيتو سهرانين مع الماتش وداكشي تفرج في الماتش وبقاني سهرانين كنبريباري وشويه شنو لكم الماتش وي طيح علينا المورال الماتش والله الا طيح علينا المورال كنت عارف بحال الراجل دابا شبابي ولا رجاوي لا رجاوي تم الشباب رجاوي انت ولد المحمديه ولد المحمديه ورجاوي اش ملي كانت شحال غادي تكون تجيب دابا شحال من النقطه غتكون جبتي هنايا دابا انا ما درتش والو انا دخلت سينيش خرج هادشي اللي درت المهم حاضر السيدات اللي كانوا حاضينكم شرحهم لينا السيده وخرج عينك ما كيضحكش والو ما كيضحك دابا تقام كحال فلوس وما كيضحكش خليتي ما درتي ليه وخليتني ما درت ليه هو رجاوي بعد الاستاذ انا مباشر دير معنا عرفتي رجاوي وسولني هو سولك قال لي البارح واش تفرجي في الماتش قال لي راه الماتش هو اللي خلاك مش بريباري حتى حاله ديال الغش ولا هذا لا واحد يديروا الحصر عندك لا بارايش خاسري لا بارايش لا
راهي خايزه كي داير بحال الصراحه المأدب حنايا وخا ولاد محمدي ولكن ديما راجا حنا ما كنشجعوش شي حاجه من غير راجا. كي درتي الامتحانات اليوم؟ الصراحه امتحان صعيب ولكن الاساسيه تتعاملوا مع بنادم حق لي الحضيه ما كاينش الحضيه والله شي بنادم جبد التليفون هذوك اللي كانوا حضيه كانوا مغرب لا استاذات زوينات المهم استاذات اللي كنتو كتفرجوا فيا الله يعطيكم الصحه شجعوك على الجواب ولا جرت بعدا في الورقه راه ما كاين والو والو ما كاين والو في الورقه شحال غتكون شحال غتكون جاوبت شحال العشرين زيرو قسما بالله زيرو زيرو على 20 شنو مبكيو شو حنا كنفكروا في الغربه كاينه الغربه المغرب ما داير الشباب والو ما كاين والو ما هاد الاخرين حتى هي والو انا باغي نسني ونخرج كنضحك مع الدراري وكنخرج هو المشاركه هو المشاركه هو النيفو باك صافي كيفاش الامتحان؟ الامتحان كان الصراحه في متناول الجميع كل شيء كان مهم مزيان امتحان ما صعيب ما ساهل امتحان هذاك الشيء اللي خدمنا حطوا لينا والكمال على الله درنا اللي علينا لداخل زعما جاوبتي هذاك الشيء هو جاوبنا مزيان الصراحه كانوا شي اسئله صعاب ولكن راه اغلب الاسئله ساهلين ما ترصدتش حتى كانوا حاضرين كيفاش كانوا داري واحد الاستاذ انا صرامه مغوبشه عندك تشوف هادشي تقول لي استاذ مغوبشه الصراحه واخا بغيتي الاستاذه تكون لي تكون حاضيه تكون حنينه زوينه ظريفه ساهله كيحضر في الاساسيه معقدين تقول اساسيه معقدين واش ديروا معاه بحال ولادكم كيفاش كانت الحاله ديال التلاميذ وهما كيدوزوا امتحانات اليوم كلشي كيف الناس لا كانوا شي فرحانين شي مهم اللي يمكن الاخر غيبكي اللي مزيان راه مزيان والله يسهل على الجميع دابا بغيتي اش من بغيت تكون حتى في المستقبل دابا شنو بيلوت بغيتي بيلوت ما تصدقش لا تصدق علاش بيلوت مزيان بيلوت شكرا